بدي احيي جورج عاصي هالولد اللي بيمثل اي ولد من اولادنا، وهالصوت الحلو، هالصوت المعجزه، والحضور الحلو اللي سحر الناس ولجنه التحكيم. صار معي على الهواء عبر زوم بضمن لبيروت. بونجور لإلك بونجور بونجور يا لإلك جورج، لمتابعين الجديد. اهلا وسهلا فيك. ما في زوم؟ ما في زوم درس يعني هلا حاليا؟ لا بس قريبا. بعد ما بلشت جورج؟ لا بعد. جورج، اول شيء بدي احييك، مبسوطين فيك كثير، نحن رح نكون دعم دائما لك. جورج، يعني انت من تقريبا سنتين طلعت بذا فويس، طبعا سحرت ولجنة التحكيم والناس حبت أدائك وحضورك وصوتك الرائع. ليه اخترت هيك العمل الأول يكون وطني؟ أنا شاركت بذا فويس وكنت بفريق الفنانة نانسي عجرم، اللي بحب هلا أوجه لها تحية بهالمناسبة. بصراحة للظروف وللنفسية سمحت إنه أعمل أي عمل فني بدوك سنتين اللي قطعوا. نعم. هلا سمحت لي الفرصة إنه اعمل عمل فني للوطن بعنوان ما خلونا. مين ما خلاكم يا جورج؟ مين ما خلاكم يا جورج؟ كل السياسيين. لمين عم بتقول ما خلونا؟ انا بقول ما خلونا لكل السياسيين مش لشخص معين. وهون بحب اوجه تحية كاتب الغنية وسام دومن، نعم، وللملحن جو الصيفي، هن اللي قدموا لي العمل، وكمان تحية للأستاذ فراس رمضان شركة ألفا ميديا طبعا على إنتاج اللي هن اللي أنتجوا الكليب، ومن إخراج ربيع موسى. بدنا نحيي الكل لأنه كلهم قدموا العمل. جورج، يعني أنت ورفقالتك شو رسالتك كانت، يعني غير اللي سمعناه؟ أنتوا كأولاد نحن قلنا أنه أنتوا بلكي عم بتشوفوا أشياء ما لازم تشوفوها، شو الرسالة اللي هيك عبالك اليوم؟ أنت كطفل صرت شاب، أنت ما عاد الطفل، يعني اللي عبالك بلكي اليوم تقوله والهوى لألك. هلأ نحن اللي بدنا نقوله قلناه بالغنية، وبدي اقول لك شغله كمان. نعم. انه نحن ما عدنا اولاد، لانه بلبنان ما في صغير وكبير. لا الصغير قادر يعيش طفولته ولا الكبير قادر يعيش حياته الطبيعيه. نعم. مظبوط، لا الصغير قادر يعيش طفولته ولا نحن قادرين بقى اصلا كاهل نخبي عليكم او نداري. انتوا عم بتشوفوا وتتابعوا الاخبار، مزبوط. يعني قد ما خبوا الاهل في صعوبه اليوم، ونحن كمان شايفين كل شيء، مع انه نحن ما بنفهم بالسياسه، ونحن شايفين انه كثير منيح وبحبونا وبدوا مصلحتنا ومصلحه البلد، بس بالحقيقه شايفين انه في كثير عيال جوعانه، عيال تعبانة ومضايقة. طبعا مزبوط. طبعا وفي كتير حزن بكل البيوت كمان، وفي كمان عيال مش قادرة تقدم أبسط الأمور لأولادها. جورج حبيبي، يا جورج على هالحكي، قد صار عمرك يا جورج؟ أنا هلأ صار عمري 15 سنة. 15 سنة، شوفوا أولادنا كيف بيحكوا مثل الكبار. جورج، هيك قبل ما أختم أنا وياك، في شيء جديد بدي هيك أقول لك؟ في شيء جديد غنية هيك بعيداً عن الأعمال الوطنية، في شيء عم بتحضره؟ هلأ أنا هالغنية كانت بداية إلي. نعم. حبيت أقدمها للوطن. وهلأ عم حضر لكذا أعمال جديدة، بس تنشوف وضع البلد كان. أوكي. جورج، نهارك حلو، نحن دعم لك وواقفين حدك ومنشجعك دايما. انت من المواهب الحلوة كتير، ما ناقصك شيء، ونحن حدك. سلم على الأهل، وميرسي يا جورج على هالأغنية المؤثرة كتير. بدي أشكرك وأشكر تلفزيون الجديد على استضافتكم إلي. ميرسي ميرسي يا جورج.